Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali menghafal surat An-Nami Sajadah dan Harta Alal Insan, karena kita membaca surat Sajadah setiap malam hari Jumat dan hari Selasa ya. Ikut Bapak, mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan dapat menghafalnya dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. أم يكون ابتروا بل ولاك من ربك لتنذركم مما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه نبأ به من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقولوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو تروا إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد ما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أسلم من ذكر بآيات ربه ثم أقرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك ويبصر بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. ولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرج فنهرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا يبصرون. ويقول متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل لهم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون. فأعرض عنهم إنهم منتكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أقترنا للكافرين سلاسلا وأخلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويوفون يوما كان شره مستطير. ويتم الطعام له بمسكين ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله لا نريدكم جزاء ولا شكورا. انا نخوف من ربنا يوما نبوسا قمطريرا. ووقاهم الله شر ذلك اليوم لكم نضره وسرورا. اليوم اصبروا جنه وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وجللت قطوفها تذليلا. ويطوف لهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قواريرا من فضة قدروها تقديرا.
يسكن بها قسم كان مجاز جنجبيلا إنم بها تسمى سلسبيلا ويتوب لي ويتوب لهم يا لدي من بيرد وقواب كانت كوارير كوارير بيرد قدروها تقدير ويسكن بها قسم كان مجاز جنجبيلا إنم بها تسمى سلسبيلا ويتوب لهم إلا نمهلل نجار وإذا مسبتهم نلوى منصور فجار وإذا سمر وإذا نيما وبلقا كبير عليهم شاب سنة مدر ويستغرق وهل وشابر في جوت مسكوم ربهم شروبا طهور إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكور إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لهم ربك ولا تطيع منهم هاشما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويجرون وراهم يوما ثقيلا نحن لقناكم مثلنا عشر ومجاشنا بدلنا مثلا تبديلا إن هذه تشكلة فمن سات وجه إلى ربي سبيلا وما تساءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يرسل ما يشاء برحمته والظالمين أدلهم مجابا أليما صدق الله العظيم.